السلام عليكم. الناس بكل شهر رمضان، كل سنه والشعب المصري كله طيب، كل سنه ومصر بخير، كل سنه وجيشنا بخير. بهنئ الشعب المصري والامه العربيه الاسلاميه في شهر رمضان الكريم. في شهر رمضان الكريم ده بنعمل يوم جميل، يوم محبه، يوم لقاء الاحبه كلهم. بنتجمع كلنا هنا، بنفطر هنا، بنواظب ان الشعائر تكون كلها تقام عندي في قلب البيت. عندي مصليات صلاة، عندي مصاحف، عندي كل حاجة تخلي اليوم جميل. كل الزملاء بيجوا، كل الأصدقاء بيجوا. ده تعبير مني على الحب اللي زملائي وأهلي وجيراني كانوا بيعبروا لي بيه، وما زالوا بيشاركونا فرحتنا في الأعياد، في المناسبات السعيدة. بحاول أرد جزء من اللي عليا ليهم، وبقول شكرا ليكم كلكم، ورمضان كريم، وتحيا مصر.